You do not write your life with words. You write it with actions. What you think is not important. It is only important what you do. Actions speak louder than words. إذن الشخص بأفعاله وليس بأقواله. يعني هذا هو مغزى هاي المقولة. زين هسه نكمل شرح الميكروبيولوجي. طبعا هسه المناعة نكمل لأنه اقترب الفاينل، وإن شاء الله هم نشرح العملي خلال هاي الفترة الجاية لأنه راح نمتحن عملي بالفاينل، وأكيد ما يحتاج تذكير إنه صح هاي الفترة صعبة وراح تكون قراية، بس إن شاء الله يعني راح نخلص، ما بقى شيء، هي فترة شهر تقريبا وتخلص هاي السنة، فبالتوفيق لكم إن شاء الله. هسه نكمل تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي، تايب 3 اند تايب 4. اخذنا التايب 1 وفهمنا التايب 1 وعرفنا ان التايب 1 هي كانت اي جي اي ميدييتد، اي جي اي ميدييتد، اي جي اي يروح للماست سيل ينتج هيستامين وراح تصير هاي التايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. فهمناها التايب 1 والتايب 2. التايب 2 لازم هسه شويه نستذكرها بسرعه ليش حتى نفرقها عن تايب 3، لان مش شابهات شويه. تايب 2 تايب 3 مش شابهات. هسه نعرف شنو الفرق بتايب 2. التايب 2 شنو كانت اذا تتذكرون؟ التايب 2 قلنا انه اكو انتيجين. وين هذا انتيجين؟ على سطح خليه معينه. زين هذا انتيجين على سطح خليه معينه، يجي عليه الانتيبودي، يجي عليه الانتيبودي. زين وبالتالي من يجي عليه الانتيبودي صار راح يصير رياكشن، يجي الكومبلمنت، يجي الكومبلمنت زين ويسوي دامج. فايش راح يصير؟ مثلا هاي السيل يصير بيها لايسز مثلا اذا كانت هي ار بي سي، وهذا قلنا مثل البنسلين مثلا. قد يكون هذا الانتيجين، قد يكون هذا الانتيجين هو عباره عن بنسلين. زين قد يكون عباره عن بنسلين دراج زين او اي شيء ثاني ارتبط بالار بي سي، اجى الانتيبودي، اجى الكومبلمنت، فعل، صار لايسز. هذا انه هنا انه الفكره انه اكو انتيجين ثابت على خليه معينه واجى عليه الانتيبودي، هاي الفكره، انتيجين ثابت على خليه واجى عليه الانتيبودي وصار الرياكشن. ليش جاي اركز على كلمه ثابت اقول فيكست حتى نفرقها عن تايب 3؟ التايب 3 راح نشوف انه لا، مو راح نشوف انه بالتايب 3 اكو انتيجين وانتيبودي يسموهم اميون كومبلكس، اميون كومبلكس، اميون كومبلكس. زين هذول يفترون بالبلاد، يفترون بالسيركوليشن، انتيجين انتيبودي مسوين فت كومبلكس وحدهم ويفترون بالسيركوليشن الى ان يوصلون الى فد مكان معين. قد يكون هذا هو المكان، هو الكيدني، قد يكون هو الجوينت، قد يكون السكن، ويصير له ديبوزيشن بالبلاد فيزل ويصير رياكشن بعدين. هذا التايب 3 مو مثل التايب 2. التايب 2 لا، انتيجين ثابت على خليه ويجي عليه الانتيبودي ويصير رياكشن، بينما هنا يفترون سوى بالسيركوليشن، اميون كومبلكس. زين واخذنا انه التايب 2 قلنا مثل التايب 2 هو جود باستشور سيندروم. فد جود باستشور هذا حتى ما تنسوا، جود باستشور هو تايب 2، مثال على التايب 2 كلش مهم. وحكينا انه هذا شنو الجود باستشور، راح تدرسوه بالرينال بالباثورينال. مهم انه بالجود باستشور اكو فد انتيجين وين؟ بالكيدني وباللنج. اكو فد انتيجين، بس ثواني هاي تذكير بسيط حتى ما تنسوا، اكو فد انتيجين بالكيدني وباللنج. هذا الانتي اكو هنا انتيجين ثابت موجود هنا بالكيدني وباللنج، يجي عليه فد انتيبودي معين، اوتو انتيبودي معين، ويصير رياكشن، يصير تايب 2. تايب 2 يصير تايب 2 يتفعل الكومبلمنت. فهذا الشخص راح يجي هيماتوريا بسبب الدامج اللي راح يصير بالكيدني، هيماتوريا، ويجي لانه بسبب الدامج اللي صار باللنج يجي هيموبتسيس. فتيبيكال، اذا تيبيكال تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي هو جود باستشور سيندروم. واخذنا امثله بعد، روماتيك فيفر ايضا هو تايب 2. هسه نجي لتايب 3. التايب 3 نقدر نقول البروتوتايب مالته هو الاس ال اي، سيستميك لوبس اريثروماتوسيس.
ال SLE هو typical type 3 hypersensitivity واخذناه بالاوتو اميون. ال SLE في typical هسه راح نشوف هذا immune complex mediated. The reaction of antigen antibody with antigen generate immune complex. قلنا فد antigen antibody complex يفترون بالcirculation. Generally this complexing of antigen with antibody facilitate the clearance of antigen by phagocytic cell. هو ليش اصلا الجسم يكون هذا الانتيجين انتيبودي كومبلكس؟ حتى بسهوله تتخلص من الانتيجين. من يصير اميون كومبلكس بسهوله تجي الماكروفيج تتخلص منه، بس هنا بالتايب 3 راح تصير اميون كومبلكس كلش هواي، فما يلحق الجسم يتخلص منها فتنتشر بالبلد ويصير لها ديبوزيشن بتشيوز مختلفه مثل الكدني. In some cases however large amount، مو قلنا هي من تكون لارج هي هايبر immune complex can lead to tissue damaging type 3 hypersensitivity when the complex are deposits in tissue very near. طبعا هذا الاميون كومبلكس في بعض الاحيان ينتشر بالبلاد وبالسيركوليشن يفتر الى ان يروح الى فد مناطق بعيده، ومرات يبقى قريب، يعني مرات يكون لوكال، مرات اكو لوكال رياكشن يكون قريب ومرات لا ينتشر بعيد. Whereas the complex are formed in the blood a reaction can develop wherever the complex are deposited generalized. يعني إذن أما يكون local بمكان قريب مكان قريب من مكان تكون الإميون complex، أو يكون لا ينتشر، يعني يكون منتشر ويروح إلى أماكن بعيدة، يروح للكيدني يروح للجوينت، قد يكون local قد يكون generalized. In particular complex deposition is frequently observed on blood vessels in the synovial membrane of joint the glomerular basement membrane of kidney. المناطق اللي يكون بها blood flow عالي يعني البلد يوصل لها هواي مثل الكيدني، اكيد هو البلد البلد فلو راح يسحب هذا الاميون كومبلكس ويوصله للكيدني. الجوينت هم من البلد فلو بيها عالي، وايضا بالبلد فيزل نفسه فتسوي لك شنو فاسكولايتس. هذا من تروح يصير له ديبوزيشن بالبلد فيزل تسوي لك فاسكولايتس، يعني انفلاميشن بالبلد فيزل نفسه بالوول. ليش؟ لان راح يصير ديبوزيشن بالوول مال البلد فيزل. فمثل ما حكينا هسه the deposition of these complex initiate a reaction that result in recruitment of neutrophil to the site. هسه راح نفهم واحنا شارحين سابقا بالاوتوميونيتي في الدراجة هبسبس، يعني راح يصير انتيجين انتيبودي رياكشن يتفعل الكومبلمنت عليهم، الكومبلمنت يفرز لك فد مواد تستدعي نيوتروفيل، نيوتروفيل تجي تسوي لك دامج of granular release from neutrophil. زين هذا هسه هنا ما مبين ما مرتب، راح ناخذ السيكونس شلون صاير بالضبط. هنا هسه انا ايش عندي؟ هذا انتيجين انتيبودي كومبلكس، هذا انتيجين انتيبودي كومبلكس. زين بدا يتحرك بالسيركوليشن الى ان صار له ديبوزيشن بالبلد فيزل، صار له ديبوزيشن. زين هسه افتهمنا شنو هذا ما يروح. زين بس ثواني، يلا هذا ما يروح. اوكي يجي ويتفعل الكومبلمنت سيستم السي 1، هذا الكاسكيد مال الكومبلمنت. اول شيء سي 1 سي 2 سي 4 هاي مو مهم، انتو هذا بالكومبلمنت اخذناه. المهم حيتفعل الكومبلمنت يصير الكاسكيد. زين يتكون سي 3 بي سي 5 بي، وبعدين يتكون هذا السي 5 الى سي 9 اللي هو يسموه ممبرين اتاك كومبلكس. هذا يروح للسيل شو يسوي بيها؟ يسوي بيها دامج، فهذا واحد من الكوزز اللي تسوي لك دامج. وبعد ال A C 3 A و C 5 A ذولا إذا تتذكرون سميناهم الأنافيلاتوكسين، ذولا يروحون للماس سيل يفرزون هستامين من عده. زين ويستدعون النيوتروفيل، ذولا C 5 A و C 3 A يستدعون النيوتروفيل. تيجي النيوتروفيل تروح على الإميون كومبلكس، هي تحاول توخره لكن راح تسوي دامج أيضا، وين شوف تفرز فري راديكلز وغيرها من المواد اللي تسوي لك دامج للفيزل. هذا هو فهمنا. إذن هذا هو شلون صار التايب 3 هايبر سنسيتيفيتي. زين ممكن الاميون كومبلكس اللي يتكون، مرات هذا الاميون كومبلكس هو احنا مو قلنا انتيجين انتيبودي. زين هذا الانتيجين ممكن يكون هذا الانتيجين هو جاي من انفكشن، يعني جاي من مايكرو اورجانيزم فد انفكشن، ملاريا مثلا، فيروس. اكثر شيء الهيباتايتس بي فيروس، هذا الهيباتايتس في بي العفو هيباتايتس بي فيروس دائما يسوي لك. زين هو فد اكو فد بيرسيستنت انفكشن، الانتيجين هو المايكروبيال انتيجين، الانتيجين مال الفيروس نفسه او مال الملاريا، وين يصير له ديبوزيشن؟ اكثر شيء بالكيدني. لذلك ليش واحد هو هيباتايتس بي بس يصير عنده جلوميرولونفرايتس بالكيدني؟ زين وليش الملاريا خاصه الفالسيبارم
بلازموديوم فالسي بارم ليش تسوي لك كيدني ديزيز؟ همين اميون كومبلكس ديبوزيشن صار بالكيدني هذا. قد يكون هسه اذا هسه الانتيجين يا اما يكون انفكشن، هذا رقم واحد يكون انفكشن. رقم اثنين ممكن يكون اوتو اميون، يعني هو الانتيجين مالتنا اصلا مال جسمنا، مثل اس ال اي. اس ال اي الانتيجين هو اوتو، هو اوتو انتيجين من عندنا سيلف انتيجين، يعني هم يروح للكيدني ويسوي جلوميرولونفرايتس، ارثرايتس بالارتري، فاسكولايتس بالسكن، يسوي لك هذا الراش اللي بتر فلاي راش مال الاس ال اي. زين، او قد يكون لا، الانتيجين هو مو انفكشن وانما يسموه انهيلد انتيجين، شخص يعني مثل اللي يتنفس هذا الانتيجين ويتحسس اله، بس مو تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، لا راح يصير عنده تايب 3 يسموه الفارمر لانج. ذولا اللي يعيشون بال الاشخاص اللي هم فارمرز اللي يعيشون بالحقول، اكو هواي، اكو اعفان، اكو فطريات، فمن يتنفسون هاي الفطريات يصير عندهم فد اميون كومبلكس انهيلد انتيجين. زين، ذولا اللي ينصابون بالاكتينومايسيز، نوع من انواع الفطريات، ستافيلوكوكس، يصير بس مو انفكشن هنا، ما صار انفكشن هنا، بس سوى انهيليشن اله. زين، قد يكون انيمال، يجي من حيوان معين فد انتيجين يتنفسه. زين، نبات معين، مولد، اعفان معينة وفطريات، يروح باللانج فيسوي لك فارمر لانج فد تايب، يعني لوكال رياكشن هنا راح يكون لوكال رياكشن بس باللانج. ليش؟ لان انهيليشن. زين، راح ناخذ فد شغلتين بالتايب 3 هايبر سنسيتيفيتي مميزات، وحده جنرال يسموها سيرم سيكنس، وحده لوكال يسموها ارثس رياكشن. زين، هاي فد موديل يفسر لي التايب 3 هايبر سيرم سيكنس والارثس رياكشن. خلينا نشوف الارثس رياكشن، هو فد لوكالايزد رياكشن، يعني اميون كومبلكس بس الديبوزيشن مالته لوكال ما انتشر. ذول اكثر شيء اهل الدايبيتيك receiving repeated subcutaneous injection of insulin and after rabies vaccination. ذول اللي ياخذون انسولين، تايب 1 دايابيتس ياخذ انسولين دائما، ياخذ انسولين دائما، ياخذ انسولين، فهذا الانسولين هو انتيجين، فمن الممكن انه هذا الانتيجين الانسولين اللي هو انتيجين يكون له شنو، هذا الانتيجين يتكون في الاميون كومبلكس انتيجين انتي بودي ويصير له ديبوزيشن وين، بنفس المنطقه مال الانجكشن، فيسموه ارثس رياكشن لوكال. هذا هو الارثس رياكشن، يصير في ريدنس وشويه سوالينج يسموه ارثس رياكشن، اللي هو طبعا تايب 3. هنا انا غلط، هاي تايب 3. او ياخذ لقاح معين مثل لقاح فيروس الريبيز. In such cases, repeated injection lead to formation of immune complex due to the reaction of antigen with antibody. افتهمنا antigen antibody بس local. After a number of injection, immune complexes are deposited in the small blood vessel leading to vasculitis, microthrombi, vascular occlusion, and necrosis. These reactions are manifested by edema, erythema, and necrosis. طبعا هي من يصير لها deposition بالblood vessel وتسوي لك vasculitis. دائما اي انفلاميشن بالبلد فيزل شنو يحفز الثرومبوزز، تصير مايكرو ثرومبوز، تجي البليتلت، وبالتالي البليتلت راح تصير تخثر فتسد الفيزل، ممكن تسوي لك فاسكولار اوكليوجن، ممكن تسوي نكروسز. فش تبين عليه الاعراض؟ هذا الاحمرار، الادمه، الارديما، النكروسز بالسايت اوف انجكشن. زين، هسه نشوفه. إذن راح تصير فد اريثيما، اديما، نكروسس. خلينا نشوف هنا أنا فد مكان هم يفسرنا نفسه، هذا تكرر، هذا هذا هو الانتيجين. زين، وهذا هو الانتيبودي يحيط بي، هذا انتيبودي، هذا انتيبودي، هذا الاميون كومبلكس. وين صار الديبوزيشن؟ وين صار؟ بالبلد فيزل وول. من صار الديبوزيشن ايش يتفعل؟ الكومبلمنت سيستم، الكومبلمنت سيستم سي 3 اي وسي 5 اي يستدعون النيوتروفيل، بالكيمو تاكسس راح تجي تفرز انزيمات، تفرز مواد تسوي لك دامج للفيزل. من صار دامج هنا للفيزل وفاسكولايتس ايش تجي؟ تجي البليتلت تسوي لك ثرومبوسس، هذا الثرومبوسس يصير هنا ثرومبوسس، هذا كله يصير بي ثرومبوسس الى ان شنو الفيزل، الفيزل يصغر حجمه يصير عنده فاسكولايتس. من صغر حجم الفيزل وقلل البلد فلو شي يصير نكروسس، يعني هذا هو المانيفستيشن اللي دا تصير بالضبط. فهمنا اذا هذا الارثس رياكشن اللي هو فشي لوكال، لوكالايز ريسبوند كولد ارثس رياكشن occurs when an antigen is injected into an animal that has high level of antibody.
زين انت متعرض سابقا لانتي للانسولين، هوايه ماخذ انجكشن للانسولين، زين انسولين سابقا مكون انتي بودي، فصار هذا الاميون كومبلكس. طبعا هذا مو الكل، مو الكل اللي يصير عندهم، مو الكل اكيد، هو لازم يكون بريديسبوز لهاي الشغله، يكون within 4 الى 8 hours. شوف هسه هذا انجكشن، هذا الانتيجين، هذا هو الانتيجين، اجى صار اميون كومبلكس، تكون الكومبلمنت سيستم، الكومبلمنت سيستم شنو استدعى نيوتروفيل عن طريق ذني الايس، اجت النيوتروفيل زين، والسي 3 اي سي 5 اي تروح للماس سيل قلنا ايش تفرز لك هيستامين، الهيستامين شو يسوي يوسع الفيزل حتى يستدعي شنو يستدعي نيوتروفيل بعد اكثر، يزود البيرمابيليتي حتى تجي تسوي لها ريكروتمنت ويصير الرياكشن ارثس رياكشن. واكو انترابولمينري قلنا هذا اللي عن طريق الانهيليشن، يصير انهيليشن لانتيجين معين داخل الالفيولاي، شوف هسه هاي داخل الالفيولاي، هاي داخل الالفيولاي، يصير اميون كومبلكس هنا داخل الالفيولاي زين. انترابولمينري ارثس رياكشن ديوس باي، انت ممكن تتنفس تسوي انهيليشن للسبورات مع البكتيريا مع الفانجاي الاكتينومايسي مثل ما حكينا، او حتى فيكال ماتيريال من حيوانات معينه فتسوي لك شنو هنا نيمونايتس اور الفيولايتس، هذا الانفلاميشن اللي صار هنا بالفيزل نيمونايتس الفيولايتس. These reactions are known by a variety of common names reflecting حسب السورس. هذا الانترابولمينري ارثس رياكشن شي يسموه قلنا فارمر لانج، ليش؟ لان ذول اللي يعيشون بالحقول اكو بكتيريا سبورات اعفان فطريات يتنفسوها after inhalation of thrombophilic actinomyces اللي هي نوع قلنا نوع من انواع الفطريات، تجي منين؟ من المولدي هي، الهي هو القش زين، مولدي يعني فت قش متعفن، فبي مولد اعفان، فهاي ايش تفرز هاي الاعفان؟ تفرز فد انتيجينات معينه بالدست بارتكلز تروح فيتنفسها الشخص ويصير عنده زين. هسه اذا تتذكرون هاي الهي بيها شغلتين، الهي فيفر كانت تايب 1، تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي راينايتس اليرجيك راينايتس صير تايب 1، وممكن شو تصير اذا صار انهيليشن للاكتينومايسيز الفطريات فيصير عنده تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي. ايضا بيجن اور بيجن فانسير ديزيز، ذولا اللي هم شنو هو هذا فد مرض يصير عند الاشخاص اللي يربون بطاريق، يعني ذولا اللي يعيشون بالمناطق اللي تعيش فيها البطاريق بيجن فانسير ديزيز. ليش يصير انهيليشن لفد بروتين معين ان داز ديرايف فروم درايد بيجن فيسز، اذا من الفيسز مال البيجن او البيجن اكو بروتينات ممكن هذا الشخص اللي يربيها يتنفسها يصير له انهيليشن فتصير عنده لو يعني ارثس رياكشن. هذا اللي هو لوكال، هسه هنا بس بالالفيولاي نيمونايتس الفيولايتس ما انتشر بالبلاد، هنا بس بالسكن بالنسبة للإنسولين. شو وقت يكون generalized؟ عندنا حالة يسموها serum sickness، هذا فت systemic inflammatory response due to the presence of immune complex deposited in many areas. إحنا أنا هذا ينتشر يصير immune complex ويصير deposition بالتشيوز المختلفة بالكدني بالسكين مثل ما حكينا. هنا يصير injection لheterologous serum or drug such as penicillin. هسه واحد يقول penicillin، هسا البنسلين تايب 2 لو تايب 3؟ ممكن تايب 2 وممكن تايب 3. اذا تايب 2 شلون تصير التايب 2؟ حكينا قلنا انتيجين يلتصق على الار بي سي ويجي الانتي بودي تتحلل هاي يصير لايسز يصير تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي، هذا هذا اللي هو البنسلين. في بعض الاحيان البنسلين يسوي تايب 3. البنسلين هو عباره عن دراج، هو عباره عن انتيجين شنو يرتبط بسيرم بروتين، يرتبط ببروتين معين، يرتبط ببروتين معين زين. فانتيجين مرتبط ببروتين، هو البنسلين يعتبر هابتين اذا تتذكرون، يعني نصف انتيجين او انتيجين غير كامل، من يرتبط ببروتين صار فد انتيجين كامل. هنا ما راح يرتبط بالار بي سي، لا هو انتيجين مرتبط ببروتين معين، هذا صار انتيجين كامل، هسه هو صار فد انتيجين كامل زين، فد انتيجين كامل. هذا الانتيجين لا راح يتكون عليه انتي بودي، هذا خن هنا يتكون هذا الانتيجين الكامل صار يتكون عليه انتي بودي قبل ما ارتبط بار بي سي،
سوالي اميون كومبلكس. هذا الاميون كومبلكس مثل ما حكينا ينتشر بالبلد يسوي لك تعب اثري. اذا هو اذا ارتباط بالار بي سي واجى عليه الانتي بودي يسوي لك تعب 2. اذا لا ما ارتبط بالار بي سي كون اميون كومبلكس يسوي لك تعب 3. ايش راح يصير عنده؟ فيفر، ارتكاريا، راش يصير ينتشر بالسكين فيسوي لك ارتكاريا راش، ارثرولوجيا بالجوينت، لنف ادينوباثي. من يروح للسبلين هذا الاميون كومبلكس صار له ديبوزيشن بالسبلين، يكبر السبلين، سبلينوميجالي، يوزينوفيليا، هذا في الاميون ريسبونس اليه. هذا تقريبا 7 الى 14 هسه عربي على انجليزي، 7 الى 14 day after injection of serum or drug it is a self limiting condition. زين، اذا هذا البنسلين ممكن يسوي لك تايب 3. زين، مرات لا السيرم سيكنس تصير مثلا دو تو فاكسين معين، مثلا تصير فاكسين معين تو يعني او توكسين معين حسب. زين، وهذا هم نفس السيكولي حكيناها في ديميون كومبلكس صار له ديبوزيشن. زين، تفعل الكومبلمنت. زين، استدعالي شنو اجت البليت اللي تسوي لك ثرومبوسز، اجت البيسوفيل او ماست سيل حتى تفرز لك هستامين، نفس هذا اللي حكينا. زين، هذا هم حكينا وافتهمنا شلون صار. اذا سيرم سيكنس موست كومنلي سين توداي افتر انتي بايوتيك تريتمنت، قلنا نوت دو دراج الرجي، يعني هنا مو الشخص بالانتي بايوتيك مو هو عد صار له الرجي للدراج اللي هي نقصد بها مو تايب 1، يعني مو تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، مو اي جي اي ميديتد، لا هنا صار اميون كومبلكس. قلنا سيرم سيكنس اقصد بها نوت دراج الرجي، يعني شنو قصدنا نوت دراج الرجي؟ يعني نوت تايب 1. زين، مو تايب 1، لا احنا جاي نحكي هسه سيرم سيكنس تايب 3 اميون كومبلكس. ممكن vaccination مثل ما حكينا 1 to 3 days on subsequent exposure. زين، كون انت متعرض سابقا، يعني مو لأول مرة. زين، متعرض سابقا إلي. Patient who received therapeutic monoclonal antibody from mice produce their own antibodies against foreign antibodies is a reaction called the human anti-mouse antibody response and develop serum sickness like symptoms. احنا مرات نكون انتيبوديز، شلون احنا نريد نسوي فد انتيبودي على ديزيز معين، فشنو نحقن هذا الديزيز وين؟ بالمايس، بالفئران. فالفئران تكون انتيبودي وناخذ هاي الانتيبودي من الفئران ونعطيها للشخص. هاي هيك مرات اكو هيك يسوون، بس انت ما دام جبت هاي المونوكلونال انتيبوديز منين؟ من الفئران. فهاي هي الانتيبودي بحد ذاتها تعتبر جسم غريب فورين، فممكن شي يصير هو الانتيبودي نفسه يجي عليه انتيبودي، يعني يصير اميون كومبلكس، يعني الانتيبودي يعمل كانتيجين. هنا ممكن الانتيبودي يعمل كانتيجين، هذا الانتيبودي يجي عليه فد انتيبودي ثاني، وش صار؟ صار انتيجين انتيبودي، صار اميون كومبلكس. لذلك في شيء يسموه human anti mouse antibody response، يعني كونت antibody على الانتيبودي ما اللي حصلته من الماوس immune complex، يسوي لك ايضا serum sickness. فالافضل حتى نتجنب هذا ما نحصلهن منين؟ من الفئران، لان الفئران تعتبر foreign. فto avoid هاي الحالة ال HAMA اللي هي human anti mouse antibody response، antibodies are humanized or genetically engineered in order to not recognize the foreign. فالأفضل